إذا الآن كم فكرة؟ من يأتي بها كلها؟ من الأولاد هنا؟ نعم، حد من الأطفال. طيب من الأطفال الكبار من يأتي بها كلها الأربع؟ نعم، الفكرة الأولى. نعم، لربط التدبر بالأسماء المحيطة. نعم، الفكرة الثانية تدبر المحسوسات، أسماء المحسوسات. والفكرة الثالثة، نعم، الأحداث والمواقف اليومية التي تحدث للطفل. والفكرة الرابعة، ربط التدبر بالدعاء القرآني وبقصص هذا الدعاء. آخر فكرة هي ربط التدبر بالغيب، والغيب عكس المحسوس، لأن المحسوس هو عالم الشهادة الذي يرى. وقد يقول قائل: أنت تناقض نفسك، أنت الآن تقول بأن الطفل لا يدرك سوى المحسوسات، إذن كيف نحن نربطه بالغيب؟ وأقول بأن الطفل عندما يربط بعالم الغيب تثور في نفسه الرغبة لمعرفة هذا الغيب. الطفل مولع بالأشياء العجيبة الغريبة والتي يعني لا يراها، تطلع الإنسان بطبيعته، ولكن نربطه بالغيب بالقدر الذي تطيقه نفسه. لا يمكن أن أقول أن أربط أنا الطفل بالغيب وآتي لهذا الطفل أفسر له الآيات التي تتحدث عن تفاصيل عذاب جهنم: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ما كل طفل يطيق هذا، لكن هل معنى ذلك أن الطفل لا يخبر بأن هناك نارا وأعدها الله سبحانه وتعالى لمن عصاه؟ لا، يخبر. النار غيب، ولكن يعطى التفاصيل المتعلقة بالجانب الآخر الذي هو الجنة. طيب، يقال: هل تتخيل نهر، نهر كل من أوله إلى آخره في عسل؟ شوف، حتى يمكن أن نأتيه بصور للأنهار الموجودة الآن، نهر النيل ونهر الفرات والميسيسيبي وغيرها، وهي تجري، ونقول له: في الجنة هناك أنهار، نهر كأنهار، ليس نهرا واحدا، من عسل، كلها عسل، وأنهار من لبن مصفى. طيب، من لبن مصفى، هل تتخيل هذا؟ ولما يعني نأتي لهذا الطفل ويعني نجلس معه في أيام الأيام التي يوجد فيها الفرصاد والفاكهة، نقول له: انظر إلى هذا، يعني حبة الفرصاد هناك، كيف تستطيع أن تصل إليها؟ يأتي يحاول بالعصا وكل مرة بطريقة ولا يستطيع. نقول له: في الجنة أنت لست مضطرا إلى ذلك، لأن في الجنة قطوفها دانية، تأتيك إلى مكانك، إلى مكانك. طيب يا أولاد، هيا بنا نذهب لقطف الأنباء إذا كان موجود، يعني مثلا عندكم أنباء أو الجواف أو الزيتون أو أي ثمرة، وتعمد أن تذهب بهم في الأيام الأخيرة، القطاف الأخير. تعرفون هذه الشجرة متى قد تثمر مرة أخرى؟ بعد سنة من الآن. إذن هي مقطوعة. انظروا إلى الشجرة التي عند الجيران، ما زالت ممتلئة، لكن هل نستطيع نحن أن نأكل منها؟ ليست لنا. نستطيع أن نأكل منها؟ ما نستطيع، لأنها ممنوعة، ممنوعة علينا نحن، ليست لنا. لكن في الجنة فيها فاكهة كثيرة، لا مقطوعة ولا ممنوعة. تعالوا نردد: فيها فاكهة كثيرة، لا، فيها فاكهة، كذاك الآية، نعم، لا مقطوعة ولا ممنوعة.
ما تنقطع ولا تمنع، ما أحد يقول لك هذه ليست لك. أنتم عندما تكونون في الجنة ماذا ستطلبون من فواكه؟ اللي يقول لك أطلب الفراولة، واللي يقول لك أطلب كذا، والذي يقول لك أطلب كذا. بهذه الطريقة ربطهم بالغيب. كذلك مسألة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، إن الله يرانا، إن الله معنا. لما نقول للطفل أنت عندما كنت في البطن هل كانت أمك تأتي وتعطيك الحليب وتجلس لتأكل معنا؟ قل لا. إذن كيف تتغذى؟ كيف تتغذى؟ قل ما أعرف. وربما يأتي بأي تفسير يقال له إن معك ربك هو الذي هيأ لك الطعام. عندما مرضت وأخذناك إلى الطبيب في يوم من الأيام حدث كذا وحدث كذا، دعونا الله سبحانه وتعالى فهو الذي شفاك وعافاك. وهكذا نظل يعني نربطهم بعالم الغيب، ونأتيهم بقصص القرآن المتعلقة بالغيب، متعلقة بنصر الله سبحانه وتعالى لأوليائه وبقصمه للجبارين. بهذه الطريقة، بهذه الفكر البسيطة، فإن هؤلاء الأطفال عندما يكبرون مع دعاء الله سبحانه وتعالى ومع الإخلاص له سيكونون هم الجيل الذي يطبق به هذا الكتاب ويحتكم إليه، وتكون شريعة الله سبحانه وتعالى هي العليا.